المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بخميس مشيب. الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد إذا رضيت، عز جاهك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك، لا إله غيرك، في السماء ملكك وفي الأرض سلطانك، وفي البحر عظمتك، وفي الجنة رحمتك، وفي النار عذابك، وفي كل شيء آيتك وحكمتك. وأشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأشهد أن محمدًا عبدك ورسولك. هل طرقت الباب؟ هل طرقتم الباب؟ باب من؟ باب السماء. فيا مريض ويا مديون ويا مهموم ويا مغموم، هل قلت يا الله؟ هل قلت يا رب؟ جاء نفر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ربنا بعيد فنناديه أم قريب فنناجيه؟ فقال عليه الصلاة والسلام، لم يقل شيء عليه الصلاة والسلام، فأتت الإجابة من فوق سبع سماوات: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالله عز وجل قريب، فهل لجأنا إلى الله؟ هل طرقنا باب الدعاء؟ يونس عليه السلام يخرج مغاضبا من قومه فيركب البحر في سفينة، فتموج بهم السفينة في البحر بالأمواج، فيقول ربنا: إن في هذه السفينة عاصيا لله. فجاءت القرعة على أفضل وأحسن من مشى على وجه الأرض، أتت على نبي الله يونس، فأخذوه بتلابيب ثوبه ورموه من السفينة في البحر، فهوى من السفينة في بطن الحوت، في فم الحوت، فأصبح في ظلمات ثلاث: ظلمة الليل، وظلمة بطن الحوت، وظلمة البحر. من يناجي؟ إلى من يتجه؟ إلى من يتوجه؟ إلى الله. قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قالت الملائكة: يا رب، صوت معروف من رجل معروف من مكان مجهول. فأخرجه الله عز وجل من ذلك المكان. قال الله عز وجل: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فهل لجأنا إلى الله؟ هل توجهنا إلى الله؟ هل دعونا الله عز وجل؟ فإن الله قريب مجيب. فعلينا أن نطرق باب الله عز وجل. صاحب الهم ادعو الله، يا مريض ادعو الله، يا مديون التجئ إلى الله، يا مهموم قل يا الله، فالله عز وجل قريب سيجيب دعوتك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من الله وهو ساجد. فهل طرقنا الباب على الله ونحن في السجود؟ هل طلبنا من الله ما نحتاج؟ لأن الله عز وجل بيده خزائن السماوات والأرض، وهو ملك الملوك. فهل لا طرقنا الباب؟ أسأل الله أن يغفر لي ولكم، وأن يستجيب لي ولكم، وأن يشرح صدري وصدوركم. والسلام عليكم ورحمة الله.